مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من ملعب البشير لمدينة محمدية. يعني بعد يوم يعني المقابلة القمة بين فريقي شباب النادي الرياضي السلمي وفريق الرجاء الرياضي، مقابلة ستشعر بشيء الكثير، مقابلة قمة كيف ما قلنا أن مقابلة يوم غد هي مقابلة لا تقبل القسم على اثنين، مقابلة قوية هنا مدينة محمدية في ملعب البشير، باعتبار أن نادي الرياضي السلمي كيستقبل هنا في ملعب البشير مدينة المحمدية. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني ساعات على انطلاق مقابلة القمة بين فريقي النادي الرياضي السلمي ونادي الرجاء الرياضي، الرجاء العالمي رجاء الشعب، اللي كما كنشوفوا ان حضور جماهيري قوي. يعني نقاط البيع ديال التذاكر ديال المقابله كاينه في الوازيز، كاينه في الصخور السوداء، وكاينه هنا نقطه بيع في مركب يعني ملعب البشير هنا مدينه محمديه. كيف ما كنشوفوا هادو ساكنين في مدينه محمديه ما بخلوش وجاو، كيف ما كنعرفوا ان مدينه محمديه يعني كتمتلئ بجماهير محبي ديال فريق الرجاء العالمي رجاء الشعب، يعني فريق الرجاء العالمي اللي جاي من الدار البيضاء باش انه غيجي هنايا وغيحقق ثلاثه نقاط باش يفرح الجماهير الرجاويه. كيف ما كنعرفوا ان مدينه المحمديه يعني كتفر بعيد الجماهير، يعني مدينه المحمديه يعني عندها جماهير رجاويه، يعني بزاف الناس كيعشقوا الرجاء الرياضي، لا من الدار البيضاء لا من المحمديه لا من بوزنيقه لا من بنيخلف لا من النواحي، الكل كيعشق فريق رجاء الشعب الرجاء العالمي. كيف ما قلنا ان الرجاء الرياضي جاي هنايا جاي منون نفس باش انه يتحقق ثلاثه نقاط ويؤكد الصحوه ديالو بعد انتصار ديالو في المقابله الاخيره ضد الفتح الرياضي بجوج لصفر، الهدفين اللي جاو ديال ادم النفاتي، ادم النفاتي اللي كيسحب واحد اللي كيعطي واحد الموسم رائع رفقه الرجاء الرياضي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات حضور جماهيري قوي، حضور كبير لمشجعي فريق الرجاء الرياضي. كما كنقولوا ان هنايا كتم يعني تحيه خاصه لعناصر الامن الوطني والقوات المساعده اللي كيقوموا بمحاربه ديال اصحاب السوق السوداء. كيجي واحد يعني باغي ياخذ كارني، كيجي واحد كيبغي ياخذ 20 40 شيكي، فكيتم الاعتقال ديالو باعتبار انه كيساهم يعني في انتشار السوق السوداء. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني بالنسبه للناس اللي باقي ما خداوش لي شيكي، بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو ياخذوا التيكي، راه كاين هنا في ملعب البشير مدينه المحمديه، راه كما كنقولوا لكم الاخوان اللي بغى ياخذ البي راه بلا ما يمشي للسوق السوداء بلا ما يتعذب، راه اليوم النهار كامل لي تيكي غيكونوا في ملعب البشير، اليوم النهار كامل الاخوان هاي بدات يعني الماتش، يعني بدا غيبدا الماتش ماتش الغدا اليوم، يعني من 9 الصباح حتى 7 العشيه انطلاق عمليه التذاكر، بيع التذاكر غتبقى مستمره، اللي بغى يجي ياخذ لي تيكي يعني كنشوفوا ان ما كاين زعام عمليه، يعني كاين واحد النظام، يعني كما كنعرفوا ان جماهير الرجاء الرياضي هي جماهير حضاريه اللي كما كنقولوا ان بعيده عن الصداع والمشاكل. كما كتشوفوا معنا استنفار امني قوي، حضور قوي عناصر الامن الوطني تحسبا لاي طارئ، كما كتشوفوا معنا ربما لا تكون هناك اي انفلات ولا شي حاجه، يعني كيكونوا هناك حضور قوي لعناصر الامن الوطني كيقوموا بمجهودات جباره باش انهم يسيروا ويسهلوا عمليه ديال بيع التذاكر في المقابله ديال اليوم يوم غد. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام ان مقابله يوم غد هي مقابله قمه، مقابله يوم غد هي مقابله لا تقبل القسمه على اثنين، خصوصا انها غتجمع بين فريقين اللي قويين، اللي فريق اللي هو النادي الرياضي السلمي وفريق الرجاء الرياضي. النادي الرياضي السلمي كيقلب على الدلاش ديالو، كيقلب على نفسه، باقي ما لقاش النواه كيف ما كنقولوا. نادي الرجاء الرياضي بدا انطلاقه ديالو على حساب كما قلنا الفتح الرياضي اللي تفوق عليه بجوج لصفر، غيحاول وغيتقاتل باش انه ياكد الصحوه ديالو، وغيحاول انه يتقاتل باش انه يفرح الجماهير لا الرجاويه ولا يعني جماهير عشاق النادي الاخضر، عشاق نادي رجاء الشعب الرجاء العالمي. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني مقابله كما قلنا يعني باقي نهار، يعني الازيد من 24 ساعه اللي باقا، وكنشوفوا حضور جماهير قوي، حضور جماهير قوي الاخوان. هادو فقط غير ساكنه مدينه المحمديه، فغدا يعني غدا يعني جماهير رجاويه كتواعد ان يوم غد ملعب البشير غادي يدور، هادي وعد من جماهير الرجاء الرياضي يقول لك انهم غادي يقوموا بملء ملعب البشير. فكنتمناو ان المقابله تدوز اجواء رائعه، نتمناو ان المقابله تدوز اجواء اخويه، وان شاء الله الانتصار يكون من حليف الفريق اللي يستحق ويستاهل انه ينتصر. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني ساعات على انطلاق عفوا يعني بقى ازيد من يوم على انطلاق مقابله القمه بين فريقي الرجاء الرياضي والنادي الرياضي السلمي. كما قلنا ان النادي الرياضي السلمي جاي كل طموح، جاي هنايا غيجي هنا مدينه المحمديه باعتبار انه كيستضيف هنا مدينه المحمديه. كما كنعرفوا ان النادي الرياضي السلمي الازمه الكبيره اللي عنده هي ازمه ملعب، ما عندوش ملعب فين كيستقبل، ما عندوش ملعب اللي كيجري فيه المقابلات الرياضيه ديالو، عكس فريق الرجاء الرياضي كما قلنا انه جاي ملعب البشير، نقدروا نقولوا انه ديربي باعتبار ان ضد ملعب البشير يعني الدار البيضاء المحمديه قراب. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني مقابله قويه غتجمع بين فريقي الرجاء الرياضي والنادي الرياضي السلمي. كما كتعرفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني مقابله رائعه، مقابله جميله،
كما كتشوفوا معنا. فكنتمنوا منكم انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا، ورساله لجميع الرجاويين، فما تخلعوش ما تخافوش، يعني راه اللي شي كي راهم موجودين، خصوصا هنا الناس ديال المحمديه، راه بلا ما تمشيو حتى للدار البيضاء، بلا ما تمشيو حتى لدونور، بلا ما تمشيو حتى للصخور السوداء، فها هو غير هنا في ملعب البشير طيله ايام هذا النهار هذا، راه كاين اللي شي كي موجودين، راه اللي شي كي يعني اللي بغى البيه ولا اللي بغى شي حاجه هما اللي شي كي راهم كاينين كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مباشره من مدينه المحمديه بالضبط ملعب البشير مدينه المحمديه، ساعات على انطلاق مقابله القمه بين فريق الرجاء الرياضي ونظيره النادي الرياضي السلمي، يعني مقابله يوم غد هي مقابله حارقه، مقابله يوم غد مقابله تستعد بشيء كثير، كما كنعرفوا ان جماهير الرجاء الرياضي كتشكل واحد الحضور جماهيري قوي، جماهير الرجاء الرياضي رجاء الشعب، يعني كنشوفوا ان كيجيب واحد الاعداد غفيره باش انها تساند وتشجع الفريق ديالها اللي هو فريق الرجاء الرياضي رجاء الشعب، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. فكنتمناو انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا على اوسع نطاق، كنتمناو من جميع الناس انهم يردوا البال وحده وريوسهم اللي يجيو هنا للتيران، راه باعتبار عاوتاني يعني كاين شي باردين الكشاف الله يهديهم كيجيو هنا كيتلقاو البنادم عطيني بغا يتيكي بغا يدخل باغي هادي دخلني معاك، هو هذه رساله الاخوان، كنتمناو انكم تنقصوا من السوق السوداء، راه السوق السوداء الاخوان ولات منتشره بكثره، راه اصحاب السوق السوداء هما اللي ولاو هما السبب الرئيسي في غلاء التداخل. راه ما يمكنش اننا ولينا كنشوفوا ان بي دايره 50 درهم فكيخرج كتباع ب 80 90 درهم، راه ما يمكنش ان بي خارجه ب 50 درهم بنادم كيبيع فيها ب 70 80 درهم، فما فهمتش انا هاد الناس هادو كيتاجروا في بعضياتهم، ما فهمتش انا واحد شاري بي ب 1000 ريال كيبيع فيها ب 100 درهم، واش هادي احنا اللي كنتعاونوا؟ واش هادي هو تعاونوا؟ راه ما كاين لا تعاون لا والو، راه كنشوف بنادم كيبروفيتي في بعضياته وكيستغل في بعضياته، راه ماشي كتشوف ان بنادم بنادم كيحب الرجاء وكيعشق الرجاء، كتلقى واحد مسكين مخدام مردام ومقاتل باش انه يجمع واحد جوج دريال باش يمشي يتفرج في الرجاء، غتقولوا لي ما عنده ما يدار يجلس في دارو باش يتفرج في الرجاء، راه كتقولوا لي راه كاين هناك عشاق ديال فريق الرجاء الرياضي اللي كيمشي كيبيع حوايج ومشي يتفرج في الماتش، راه كاين اللي في عشاق الرجاء الرياضي اللي كيبيع ليه المستحيل باش انه يمشي يتفرج في مقابلة الرجاء، راه كاين اللي كيدير اي حاجه غير باش انه يمشي ويتفرج في الماتش ديال الرجاء، وبلا ما نتكلموا راه دونور كيتكلم، راه كتشوفوا ان دونور كيدور يعني ازيد من 30000 مشجع رجاوي ولا 25000 مشجع رجاوي كتحضر وكتساند بقوه، فكنتمنوا منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا على اوسع نطاق، يعني بالنسبه للناس يعني قلت لي شيكي راه موجودين هنا في ملعب البشير، اللي بغى ياخذ شيكي اللي بغى يتقدى شيكي ها هما البيا يعني موجودين، ثمن التذاكر كيف ما قلنا 50 درهم، ثمن يعني في متناول قدروا نقولوا متناول قدروا يعني جاب غيكون غالي، ولكن جماهير ديال الرجاء هذا هو السومه باش كتقتني بها الجماهير ديالها يعني لي شيكي ديالهم، هذه دي السومه يعني 50 درهم هي باش كيشريو جماهير الرجاء الليبي يعني دائما يعني ماشي قل وماشي كثر كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. يعني بالنسبة للناس اللي باقي ما قطعوش، يعني ما تخلعوش راه لي تيكي موجودين، بالنسبة للناس اللي باقي ما قطعوش غير بشوية عليكم راه التيكي موجودة، راه ما غاديش تلقاو صعوبة باش تقطع، راه كلشي موجود، راه هما اللي بيا لحد أنا هما الشباك يعني هو كان عامر ها هو خوا دابا، يعني عملية ديال بيع التذاكر عملية يعني كتمشي بسهولة تامة، يعني انطلاق عملية سهلة، يعني كاينة كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني حضور عناصر الأمن الوطني كلشي مقاد يعني أمور مزيانة كما كتشوفوا معنا مشاهدينا، يعني اقل من يوم على انطلاق مقابله القمه بين فريقي الرجاء الرياضي والنادي الرياضي السلمي، مقابله ستساعد بشيء كثير، يعني كيف ما كنعرفوا ان المقابله يعني بزاف ديال الناس غادي يجيو وغيشجعوا وغيساندوا الفريق ديالهم، بزاف ديال الناس غادي يجيو وغادي يشجعوا وغيساندوا الفريق الشعب فريق الرجاء الرياضي، فكنتمنوا منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق باش ان رسالة توصل لجماهير الرجاء، ما تخلعوش يعني راه البيئة موجودة، ما تقولوش أن اللي تيكي ما بقاتش، ما تمشيوش للسوق السوداء، راه هما اللي تيكي هنا موجودين، حاول تاخذ واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق من وقتك غادي تجي غتقطع الورقة ديالك وغتمشي بحالك، راه البيئة موجودين الإخوة، البيئة ها هما كاينين اللي بغى يقطع الورقة ديالو ها هي هنا في ملعب البشير، كما قلنا أن اللي تيكي موجودين كلشي موجود، يعني الأوراق كاينين غير هو راه كيتم الإخوة هذه رسالة. اصحاب السوق السوداء بلا ما تعذبوا راسكم بلا ما تمحنوا راسكم راه انا استنفار امني كبير راه كيجي كتلقاك واخد اكثر من 6 ديال 7 ديال الليبيين كارني كتمشي للحبس كتقول لي عطاني كارني تمشي للحبس وتحيه خاصه لعناصر الامن الوطني اللي كيقوموا بمجهودات جباره باش انهم كيحاربوا السوق السوداء الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في انك شايف هذا القدر على امنقكم بث مباشر اخر شكرا والى اللقاء.